لو عايز تقول حاجه واحده هتستجاب لك هتقول ايه؟ قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. بس قول دي اسم شارع، ميدان، اسمك في ميدان مثلا، دي الرفعه، رفعه في الدنيا اخرها ايه يعني؟ وبعدين لقيت نفسك بتقول اللهم عافني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وقلت وعافني. هقول لك قصة عشان تفهم معنى المعافاة وقد ايه دعاء المعافاة ده دعاء عظيم. سيدنا عمرو بن العاص وهو راجع من ذات السلاسل وكان منتصر وكان بقاله 3 شهور بس ايه اسلم، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بقى فانتشاء كده، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من احب الناس اليك؟ فهو متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ هيقول له انت اسلمت بقى لك 3 شهور وجيت عملت فتوحات و و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه. فحتى سيدنا عمرو بن العاص بيتدارك الموقف فبيقول له ايه؟ من الرجال، يعني انا بسال من الرجال. فقال ابوها. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إليه مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة في مرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وهي أحب الخلق إليه دعاء مثلا مجمع أو دعاء جامع في كذا حاجة أو دعاء مركب أو حتى دعاء زي اللي احنا بنقوله، ما هو الدعاء اللي بين السجدتين ده اللي احنا بنقوله ده في 7 حاجات بتدعوهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شيئا واحدا، إذا وافقت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، أعظم حاجة ممكن تسألها لله سبحانه وتعالى هو المعافاة. المعافاة في الدنيا والعفو في الآخرة. أعظم شيء ممكن واحد يسأله الله سبحانه وتعالى هي العافية. عارف عن إيه العافية؟ يعني أن يبصرك الله سبحانه وتعالى بكل النعم الذي أعطاها لك ويخليك راضي ومبسوط، فيعافيك سبحانه وتعالى في صحتك، ويعافيك في مالك، ويعافيك في أولادك، ويعافيك في دينك، ويعافيك في قلبك، ويعافيك في إيمانك. مفيش أعظم من كده. العافية السلامة، السلامة أن تبصر بكل النعم والنعيم اللي عندك وأن تكون معافى. معافى. واحنا بنقول في اذكار الصباح والمساء اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ده ايه ده؟ المعافاه في اصول النعم. فممكن ناس سيؤتى بهم يوم القيامه ويجي يتحاسبوا فتوضع النعم ويوضع هو في الكفه عشان يتسال، فيبص لهذه النعم ويقول هي دي كانت عندي؟ كانت عندك. كل النعم دي كانت عندي؟ كانت عندك. ده انا مش بس ده هو مش بس هيتسال عنها، ده كمان حاسس ان هي ما كانتش عنده. لم يبصر بنعم الله سبحانه وتعالى. دي المعافاه الحقيقيه، ان الواحد ينظر الى ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من النعيم ويسال الله سبحانه وتعالى المعافاه فيه، في كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى اداها له. فيكون السؤال المعافاه وسؤال العافيه، العافيه في الدنيا في كل شيء، في الصحة والبدن والمال وكل اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك إياه، والعافية في الدين ويوم القيامة العافية والمعافاة، العفو المحو، أن يمحو الله سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي. فعشان كده كان أعظم دعاء لو ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر ليك دعاء مستجاب، ليك حاجة هتدعي بها ربنا سبحانه وتعالى، هتقول إيه؟ قول الكلمة دي. لو عايز تقول حاجة واحدة هتستجاب لك هتقول إيه؟ قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. بس قول دي. دي لو استجيبت انت كده عديت. ثم قال اخر حاجه ختم بيها وارفعني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، او وارزقني وعافني وارفعني. والرفعه المقصود هنا بالحديث مش الرفعه في الدنيا زي ما الواحد متخيل وزي ما بيجي في أذهان الناس، لا. الرفعة المقصود بيها هنا في الحديث
التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرفعة في الآخرة. الدنيا مهما طالت لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعض، كلها فانية. وبعدين هقول لك مثال، يعني أعظم حاجة ممكن واحد يوصل لها إيه في الدنيا؟ عايز رفعة، أن يكون رفيعا في الشأن في الدنيا. كتب مثلا منطقة باسمك مثلا، بدل ما تبقى اسمها مثلا الشيخ زايد تبقى مثلا الشيخ حاتم مثلا، إيه اسمك مثلا؟ اسم شارع، ميدان، اسمك في ميدان مثلا، دي الرفعة. رفعة في الدنيا آخرها إيه يعني؟ الرفعة المقصودة في الحديث هو الرفعة في الآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الدنيا فانية ولا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض، إنما الرفعة في الآخرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده بالعكس، ده الرفعة في الدنيا ممكن تبقى وبال على صاحبها لو اقترنت بالفساد. الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، عارف اللام بتاعت للذين؟ اللام دي اسمها ايه؟ اسمها لام الملك، لام التمليك، نملكها لهم. فتخيل نتقال لك ليك ملك هناك، القصر ده بتاعك، الجنان دي بتاعتك، المساحات دي بتاعتك، النعيم ده بتاعك، نملكها لهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، لمين يا رب؟ لا يرجون علوا في الأرض ولا فسادا. من هنا انت عرفت واكتشفت وحضر قلبك وانت في هذه الجلسة المباركة، في كل ركعة بتصليها ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تدعي بهذا الدعاء وتستحضر ما فتح الله عليك سبحانه وتعالى من هذه الفتوح، فتستحضر المغفرة والرحمة، الهداية والجبر والرزق والمعافاة والرفعة. اوعى تنساهم، ابتدي اكتبهم وابتدي احفظهم، واللي يجي يجي واللي ما يجيش يجي بعد كده. قول واحدة اتنين تلاتة اربعة زي ما يفتح ربنا سبحانه وتعالى عليك. ابتدي في هذه الايام المباركات، الزم نفسك، ابتدي في صلوات السنن، في صلوات التراويح بين الركعات او بين السجدتين في كل ركعة، طول مع نفسك شوية، بتصلي وحدك طول مع نفسك واقعد قولهم واحدة واحدة واستشعرهم، وانت في خلفيتك العقلية، في خلفية قلبك المؤمن، كل حاجة من دي هتحصل، والله سبحانه وتعالى قادر عليها بلا كيف، فأمره تعالى بلا كيف. أنا بس هبقى مشغول بالخشوع ومشغول بحضور هذه المعاني ومشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، وتحقيق هذه المعاني على أرض الواقع هو إجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الأدعية. جزاكم الله خيرا لحسن استماع، إلى أن ألقاكم تكون مني أفضل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.